في العاصمة الأمريكية واشنطن، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك بعد شهرين ونصف من لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد التقى في مدينة رام الله عددا من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، الذي أكد أن بلاده عازمة على التوصل لحل للقضية الفلسطينية. وينضم الينا هاتفيا من رام الله سيد عبد الله عبد الله، رئيس اللجنه السياسيه في المجلس التشريعي الفلسطيني. سيد عبد الله، اهلا بك. وهنا ترامب يبحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبل احياء المفاوضات الفلسطينيه الاسرائيليه، كيف ترى اهميه هذا اللقاء؟ هذا اللقاء مهم لسببين على الاقل. السبب الاول ان هذه الاداره الامريكيه الجديده كان لها مواقف خلال الحمله الانتخابيه، وبدات تعدل من هذه المواقف تجاه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. فالاداره الامريكيه تريد ان تسمع من الموقف الفلسطيني ومن هذه المفاوضات اللي هو يستند الى قرارات الامم المتحده والى الشرعيه الدوليه. نعم. وقانون الدولي. من الناحيه الثانيه، السبب الثاني انه هذا اللقاء ياتي في اعقاب لقاءات عربيه امريكيه تميزت في لقاء الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك عبد الله الثاني رئيس يعني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. بمعنى أن اللقاءات العربية الأمريكية تمهد الطريق إلى هذه المفاوضات. نعم. وهذه ستسمع الإدارة الأمريكية أن هنالك موقفا عربيا واحدا، لغة واحدة التي تخاطب الإدارة الأمريكية، وتطلب من هذه الإدارة أن تكون وسيطا نزيها محايدا يستند في توجهه إلى الحفاظ على الإجماع الدولي في حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي سيمر على الشهر القادم 50 عاما على هذا الاحتلال. نعم، أشكرك إذن على هذا التوضيح من رام الله سيد عبد الله عبد الله، رئيس لجنة سياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا.